ولتسليط الضوء أكثر على الحالة الإنسانية في اليمن في ظل حديث الأمم المتحدة عن موجة مجاعة بدأت تضر البلاد، ينضم إلينا صالح الجبري رئيس مركز يني يمن عبر الهاتف من إسطنبول. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح. أهلا وسهلا يا مرحبا. 50,000 يمني يعيشون ظروفا شبيهة بالمجاعة، هذا ما صرحت به الأمم المتحدة. إذا كان الواقع المقروء فلماذا تتعطل الجهود الأممية برأيك تجاه إنقاذ عشرات الآلاف من الجوع وملايين ينتظرون نفس المصير؟ جزيلا، ما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية التي صنفت مؤخرا وجاء متأخر، وهي تعتبر أحد الأسباب التي أدت، الأسباب الرئيسية لأن انقلبت على شرعية، أدت إلى هذا الفقر والجوع والتي وصل باليمن إلى أكثر يعني مجاعة، أكبر مجاعة في العالم بتصنيف الأمم المتحدة. الأمم المتحدة تعرف هذا الكلام، ولكن للأسف وهي التي اتهمت ميليشيات الحوثي الإرهابية بأنهم هم الذين يعطلون إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين الذين يسكنون في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة ميليشيات الحوثية، وهي ما تمثل يعني 80% من سكان اليمن تحت في المساحة التي يسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية. وبالتالي الأمم المتحدة اتهمتهم سابقا بأنهم وراء يعني عدم إيصال المساعدات، وأنهم يأخذون هذه المساعدات ويسلموها للمجهود، لما يسمونه المجهود الحربي، ولمقاتلين في جبهات القتال. وللأسف الشديد تكرر الأمم المتحدة نفس الخطأ ولا تمر عبر الشرعية التي وضعت لها طرق كيف توصل هذه المساعدات الإغذائية إلى المناطق في كل أنحاء اليمن، سواء التي تحت السلطة الشرعية أو تحت يعني من ميليشيات الحوثي الإرهابية. إذن الفقر يزداد، هناك كما تكلمت الأمم المتحدة أكثر من 24 مليون يمني بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة، 10 مليون يمني بحاجة لماسة الغذاء الأساسي، 7 مليون يمني مهددون بأمراض سوء التغذية. هذه كلها جاءت بسبب يعني جرائم ميليشيات الحوثي الإيرانية التي أغلقت الأبواب على كل الجمعيات والمنظمات الإنسانية التي تريد أن تدعم اليمنيين، وما يعني تقوم به من جرائم أخرى هو الذي جعل الآن الخزانة الأمريكية تصنف الحوثي يعني جماعة إرهابية. اليوم يعني هنالك تظاهرات ووقفات احتجاجية نظمتها أهالي منطقة الحمية في تعز للتنديد بجرائم ميليشيا الحوثي، برأيكم لمن هذه الرسائل؟ هل هي إلى ميليشيا الحوثي أم أنها للخارج؟ الحيمة هي قرية أو مجمعة قرى صغيرة في مديرية في مدينة تعز، هذه إحدى النماذج التي ارتكبت فيها مجازر ترقى إلى جرائم حرب. الميليشيا الحوثية دمرت المنازل على ساكنيها لأنهم اعترضوا على يعني على قرارات الميليشيات الحوثي الإرهابية. ميليشيا الحوثي قامت بإعدام الناس الذين خرجوا ضدها وإعدام كل من وقف ضدها أمام الناس، يعني سلخوهم وعلقوهم على 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 على, على يعني أجذاع جذوع على الأشجار أمام الناس، يعني ارتكبت جريمة لم يشهد لها اليمنيون لا من قبل ولا من بعد، وهذه ليست الجريمة الأولى في مدينة تعز، هناك في مدينة عمران، في مدينة حجة، في صنعاء، كل من يخالفهم يعدم أو يعتقل أو يسجن، وإذا سجن فحاله كحال الذي يعني أعدم تماما. ميليشيا الحوثي قرية الحيمة هذا نموذج فقط، هي رسائل للعالم، رسائل للشرعية بأن تتدخل، رسائل للعالم بأن يعني يصنفوا هذه الجماعة إرهابية كما صنفتها يعني أمريكا، رسالة الشرعية بأن والتحالف العربي بحسم المعركة عسكريا. هناك الآن 16,800 معتقل في سجون ميليشيات الحوثية من خلال 3 سنوات. هذه الميليشيات التابعة لإيران ارتكبت كل ما يخالف الإسلام والعرف والعادات والتقاليد اللي بتعرف عليها لدى الشعب اليمني للأسف الشديد. جو بايدن من جهته يعلن أنه سيراجع قرار الإدارة الأمريكية السابق بتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية والمبرر تسهيل حل الأزمة، كيف تقرؤون هذا القرار في ظل المعطيات السابقة من الحوثي ورد أفعالها تجاه الحلول الأممية؟ هناك ضغوط سياسية ورسمية وشعبية سواء داخل اليمن أو خارج اليمن ب يعني إبقاء ميليشيات الحوثي الإرهابية جماعة خارجة عن النظام والقانون، وأن على الدولة محاربة وعلى العالم
بل الشرعية الآن هناك خطوات ل يعني مطالبة بقية دول العالم بتصنيف هذه الميليشيات جماعة إرهابية. هذه عبارة عن يعني مغازلة من قبل الخارجية الأمريكية الجديدة لإيران الذي رفعت شعار يعني الحل السلمي ويعني مقابل شيء من إيران، ومن السابق لأوانه أن يعني إلغاء هذا القرار، ولكنها هي عبارة عن مغازلة فقط ما بين أمريكا وإيران من أجل الجانب النووي. إنما الميليشيات هذا أقل ما يوصف به جماعة الحوثي الإرهابية، لأنها انتهكت كل القوانين الحرب، ارتقت إلى جرائم يعني ارتقت إلى جرائم حرب، قتلت، نهبت، سرقت، فجرت المنازل، فجرت حتى المساجد، فجرت دول القرآن، الجامعات، مقرات الأحزاب، ألغت الصحف، ألغت القنوات الفضائية. أصبح الشعب اليمني في هذه المناطق التي تحت سيطرة ميليشيا الحوثي يعني مقيدين ومحبوسين مثل الجدار العازل داخل فلسطين التي بنته يعني إسرائيل تماما. هي الآن في جدار عازل نفسي ومعنوي ويعني فصلت ما بين اليمنيين والتواصل فيما بينهم. إذن هناك حملة شعبية، حملة رسمية لاستمرار تصنيف هذه الميليشيات جماعة في نفس السياق. في نفس السياق أستاذ صالح، ربط وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن حل الأزمة اليمنية بالملف النووي الإيراني ووعود وعودة بلاده إلى الاتفاق الذي خرجت منه الإدارة الأمريكية السابقة. ما تفسيركم لهذا الربط؟ وهل أمريكا جادة في حل الأزمة اليمنية برأيكم؟ وهذا ما أشرت إليه في السؤال السابق، أنه هناك مغازلة الآن بين القيادة الأمريكية، ولكن أمريكا عندها هناك مبادئ ولها مصالحها، ولن تتراجع عن تصنيف إيران دولة إرهابية وداعمة لميليشيات الحوثي في اليمن وحزب الله في إيران والمنظمات الإرهابية في العراق وفي سوريا. ويعني هناك يعني بون شاسع بين الإدارة الأمريكية وبين يعني ملالي إيران، من الصعوبة أن يلتقوا مطلقا. هو يرفع الآن بايدن شعار الحل السلمي في اليمن، الحل السلمي في اليمن، ويبدو لي أنه يريد أن لا يكرر أخطاء ترامب الذي يعني جلب ملايين مليارات الدولارات بسبب بيع الأسلحة إلى الدول التحالف العربي، لكن لا أظن أن يكون لهذا يعني أي نتائج إيجابية على الأقل على المدى القريب. صالح الجبري رئيس مركز يمن، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.